السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحتها: الملك أيده الله يشيد بجهود الحفاظ على التراث الوطني، فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة السادسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية. السبت بدء منع استيراد وتصنيع منتجات صفرة المائدة البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وإلى عناوين صحيفة الأيام والتي لفتت: البحرين تهنئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية. وزير الديوان الملكي: جهود طبية للتسهيل على مستخدمي الجسر. أول قانون لاستخدامات الخلايا الجذعية على طاولة الشورى في الدور القادم. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت: تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية. إشهار الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية. خبراء سياحة: اتخاذ أقصى الاحترازات لاستقبال القادمين عبر الجسر. أما صحيفة البلاد فقد نشرت: خريجو الثانوية يتسلمون كلمات المرور للتسجيل في البعثات. افتتاح أكبر مصنع للألواح الشمسية. السعودية تعلن عن إجراءات الحج لهذا العام. إلى الملف الأبرز لصحافة هذا اليوم، وهو الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث نشر صحيفة أخبار الخليج أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أكدت خلال ترأسها للاجتماع التنسيقي لوفد الشعبة البرلمانية أن الظروف الاستثنائية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا تزيد من أهمية التعاون المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية للخروج بمبادرات فعالة. لفتت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي أكد أن أزمة فيروس كورونا أكدت الحاجة الفعلية لمراجعة شاملة لخطط الطوارئ والعمل على توحيد مبادئها على المستوى الدولي. نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب عبدالله الأيوبي والذي جاء تحت عنوان: التباعد الاجتماعي في مواجهة فيروس كورونا. فإلى المقال. على مدى أكثر من 3 أشهر متواصلة من بدء المعركة ضد فيروس كورونا، أثبتت الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة نجاحا ملموسا ومشهودا له من مختلف المؤسسات الوطنية والدولية. إن نتائج النجاح يمكن أن تتأثر إذا ما بقي الاعتماد الكلي ملقى على عواتق الجهود الرسمية. فإتمام النجاح في معركة منع الفيروس من الانتشار واتساع رقعة إصاباته البشرية يعتمد بدرجة كبيرة على دور المواطن والمقيم. العبء الأكبر في هذه المرحلة من المعركة ضد الفيروس يقع على عاتق الأفراد، لأن انتشار رقعة الإصابات وارتفاع أعدادها يأتي من خلال الفرد. بيّن صحيفة الأيام أن رئيس المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل، رئيس لجنة مراقبة تطبيق الإجراءات ضد انتشار فيروس كورونا بالصالات والملاعب الرياضية الدكتور خالد الشيخ، قام بإعداد لائحة إرشادية وزعت على الاتحادات الوطنية، وذلك حفاظا على سلامة جميع الرياضيين.
نقرأ من صحيفة الأيام أن جمعاً من أصحاب وإدارات المآتم الحسينية أكدوا التريث التام قبل فتحها مجدداً لإحياء ذكرى عاشوراء بشهر محرم القادم، وأشاروا في حديث مع صحيفة الأيام إلى أن الأولوية القصوى حالياً توحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة. وبقلم محمد درويش نقرأ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان التربية والتعليم مذهلة، فإلى أبرز سطور هذا المقال. الأرقام التي طالعتنا بها وزارة التربية والتعليم والتي تبين أداءها خلال جائحة فيروس كورونا تجعل المرأة يفخر بمجهوداتها. الوزارة قدمت مشكورة 3475 حصة متلفزة و2221 درسا عبر 14 قناة في اليوتيوب وأكثر من 1000 درس نموذجي، بالإضافة إلى الكثير لضمان سير العملية التعليمية من دون توقف. هذه الوزارة تستحق الإشادة على المجهود المميز الذي قامت به خلال الشهور الماضية، ولعل هذا الأداء المذهل في أحلك الظروف وأصعبها يزيل الشكوك عن مقدرة مدارس الحكومة على التحسين والتطوير، وقد يكون جرعة ثقة يحتاجها التعليم الحكومي. لفتت صحيفة الأيام أن الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أعلنت عن إعادة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية لمدة 3 إضافية، وذلك من 21 من شهر يوليو الجاري وحتى 21 من شهر أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للزائرين بتعديل أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية. نشرت صحيفة الأيام أن جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية ثمنت التوجيهات الملكية السامية بشأن تمديد ومضاعفة الحزمة المالية والاقتصادية للقطاعات الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرة أن مثل هذه القرارات لها الانعكاسات الإيجابية الكبيرة على الشارع التجاري البحريني بشكل عام وقطاع مكاتب السفر على وجه الخصوص. وكان للكاتبة فاطمة عبد الله مقال في صحيفة الوطن بعنوان جرس العودة، فإلى المقال. ها نحن نعود أدراجنا شيئا فشيئا لممارسة الحياة الطبيعية التي حولت جائحة فيروس كورونا مسارها. نعود بحذر وببعض الضوابط والتدابير من خلال حالة الركود التي عشناها لأشهر، سواء على مستوى الحركة المكانية أو على مستوى الحماسة لممارسة أنشطة جديدة في ظل الظروف الصحية المضطربة. أعدنا ترتيب أولوياتنا على نحو مختلف، أفضى ذلك إلى إدارة مالية مختلفة وإدارة مختلفة للعلاقات في حياتنا، وإعادة ترتيب أولويات منظومة القيم والعودة للتركيز عن جوانب لربما أهملها كثير منا كالصحة الجسدية بالغذاء والرياضة أو بالصحة النفسية. هذا ولفتت الصحيفة أن قائد قوات أمن الحج أعلن استكمال الاستعدادات لموسم هذا العام، كاشفا عن عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك، حيث أن حج هذه السنة سيكون بعدد محدود من مختلف الجنسيات ولن يسمح بدخول المشاعر دون تصريح، مؤكدا فرض عقوبات على المخالفين. إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث نشرت
أن مجلة سيدتي سلطت الضوء على إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، باختيار سموه ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية عبر موقع سايكل نيوز. وخصصت المجلة زاوية بشخصية هذا اليوم لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث حظي الإنجاز على أصداء كبيرة في الوطن العربي. نقرأ من ذات الصحيفة أن وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أطلق من اليابان مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، وذلك بعد منتصف ليلة أمس والتي ستكون لمدة 7 أشهر، حيث سيدور حول المريخ. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج التي بيّنت أن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعلن عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الدفعة 6 لموظفي القطاع العام ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ولغاية 2 من شهر أغسطس المقبل. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أنه في يوم السبت القادم يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الوزاري بشأن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي تشمل منع استيراد وتصنيع منتجات صفرة المائدة البلاستيكية غير القابلة للتحلل، سعيا للحد من التلوث البلاستيكي. ننتقل إلى صحيفة البلاد والتي نشرت أن المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني صرح بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص إثر نشرهم إعلانات توظيف وهمية للعاطلين عن العمل للتكسب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية. قال الرئيس التنفيذي لشركة سولارتك جرين إنرجي للألواح الشمسية البحرينية ربيع عبد الله إن الشركة ستقوم بفتح أكبر مصنع للألواح الطاقة الشمسية والأول من نوعه في المنطقة بشهر سبتمبر المقبل. نشر صحيفة الوطن مقالا للكاتب حسين التتان والذي جاء بعنوان الإنجازات الكبيرة الشيخة مي بنت محمد نموذجا. إلى المقال. المتخصصة بمجال التصميم Identity إن اختيار مجلة الهندسة المعمارية معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار من ضمن 50 شخصية تحتفي بهم المجلة لمساهماتهم الإيجابية المتميزة في مجال التصميم والهندسة المعمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، له انتصار جديد للمرأة البحرينية والثقافة في مملكة البحرين. لقد ساهمت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في تقديم نماذج مميزة والتي هي عبارة عن مبان معمارية أو تصميمات داخلية أو منتجات داعمة للصناعات اليدوية، وصولا إلى جهود صون التراث المعماري في دول المنطقة أو خارجها. ذلك ما هو إلا دليل على أن مملكة البحرين ما زالت ولادة للقيادات النسائية المؤثرة، ليس على الصعيد المحلي وحسب، إنما على الصعيد الإقليمي والعالمي. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.